يا شباب يا شباب بخلك الفوعه مدنيه فيها. مين جاب الفرق بين المدني والعسكري؟ هذا المدني اللي طلع من بيته ترك ارضه واملاكه وسياراته، عنده شهداء واطفال ضلوا هنيك بالناس تجدد تحت التراب. حناجر تصدح في الفوعة ترفض الخروج منها. ليسوا مؤيدين لنظام الأسد، بل هم ضحاياه الذين هجرهم من مدنهم وقراهم في ريف حمص الشمالي. أكثر من 50 عائلة من الحولة وغيرها أخطرتهم لجنة الغنائم التابعة للجبهة الوطنية للتحرير بإخلاء منازلهم التي سكنوها في بلدة الفوعة بريف إدلب بأمر من أبي عبد الله المسؤول عن اللجنة. نحن كنا بالمخيمات نازحين، فعندما خرجوا أهالي كفرية والفوعة من منازلهم جينا على البيوت لقيناها معفشة، لقيناها عايثة فيها الفصائل وأفراد خراب ونهب وسلب. رجعنا عادنا تأهيلها بعد هالفترة الطويلة هاي، بتقاسم الفصائل الغنائم فيما بعضهم، بيعتبروا هون الأماكن غنائم وبيعتبرونها من ضمن الغنائم. ولهيئة تحرير الشام من كعكة الفوعة نصيبها، فهي أيضا طلبت من بعض سكانها إخلاء منازلهم تحت حجج متعددة. صار معي 3 مشاكل من قبل الهيئة. اجوا يطالعوني من البيت أخي وحطوا لي كذا موقف، يعني كذا تهمي. أنا تهموني داعشة وتهموني حرامي وتهموني سارق، وأنا ماني عامل هالشغلات كل شيء إلا بس مشان يطالعوني من البيت، وحبسوني نهار وعاقبوني وحلوا لي شاري. مصادر إعلامية أشارت إلى أن الفصائل العسكرية في إدلب قسمت الفوعة إلى قطاعات، ولكل فصيل حرية التصرف بقطاعه كيفما يشاء. ويبقى السؤال الذي يراود من يسكن الفوعة الآن، لما عليهم أن يدفعوا فاتورة تهجيرهم مرتين؟ الأولى كانت على يد الأسد، والثانية اليوم على يد من يحارب الأسد. نحن هون في مجلس محلي، في مجلس محلي إدارة مدنية، فيها تنظم أمور الناس كلياتها. الله أكبر.